السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال على Project Information Requirement الـ PIR. هنا طبعا بنكتب الإصدار بحيث إن ممكن يكون في تطوير، لأن هي ما بتبقاش طرف واحد بيعملها، لا دي بتبقى الاتفاق بين أكتر من طرف. يعني ممكن طرف يكتبها مثلا الاستشاري ويبعتها للمالك، فعنده بعض التوضيحات فبيبعتها له، فبيبقى في أكتر من إصدار. ما تبقاش كتيرة، لأن احنا غالبا بنبقى يعني متفقين على التمبليت اللي موجود فيها، وبقى في اتفاق اجتماع كده بنتفق على بعض النقط، ويعني مرتين تلاتة أربعة وهكذا. دي الاختصارات اللي موجودة، بحيث مثلا لما نلاقي كلمة البيم نبقى عارفين احنا مقصود بها ايه. لأن مثلا في مثلا الـ IFC ليها اختصارين أو لها معنيين، فبنبقى معروف لما تبقى في IFC ايه المقصود بيها في الورقة ديت. هنا مثلا البي اي ار دي المعلومات اللي مطلوبة عشان نقدر نعمل المشروع. هنا انتدرودكشن، بنبدأ نتكلم على المشروع نفسه وايه المطلوب فيه، ودي الدوكمنت ستراكشر الحاجات الأساسية اللي هتبقى موجودة. دي الانفراستراكشر دليفري ايه الحاجات اللي احنا مهتمين بيها، المشروع تفاصيل المشروع طبعا دي خاصة بالمشروع دوت. تمام، هنا البروجكت ريكوير بيم، البروجكتيف اللي احنا عايزين من خلال البيم، احنا عايزين اللوح والريبورت وعايزين الاسكادوال والكوست بلان. دي الاسيت انفورميشن موديل، يعني بعد ما المشروع يخلص هنستخدم الموديل في إدارة المبنى. الأوبجيكتيف الأهداف، زي مثلا الورك بليس، هنا بنبدأ نتفق مثلا على حاجات مثلا زي الكومن داتا انفيرومنت هنشتغل بيها ازاي، مين اللي هيبقى مسؤول عنها، ازاي نقدر نحسن الكولابريتيف والكولابريشن والكوردينيشن بين الاقسام. البلاتفورم، يعني في بعض الناس مثلا بيشترط ان انت تشتغل بالايف سي بحيث يبقى في تبادل معلومات، ميبقاش في اجبار على برنامج معين، اشتغل برنامج اللي انت عايزه، بس المهم تديني الموديل زي ما انا عايز. الديزاين والكونستراكشن، ازاي ان احنا نطور فيه وازاي ان احنا نستخدم البيم في ان هو يتحسن. يعني الفكرة مش ان احنا نستخدم البيم، الفكرة ان احنا نوفر فلوس ونحسن الشغل بتاعنا، وهي اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نستخدم البيم فيها. هنا بقى بنشوف البيم اكشن بلان لما هنعملها، ايه الوثائق اللي احنا هنستخدم فيها، هنستخدم انهي وثائق نعتمد عليها. انا هسيب لكم الوثيقه او الورقه دي تحت الفيديو في الوصف، بحيث ان لو حد عايز ان هو يطلع عليها. هنا موضوع الاسبلت، ايه اللي هيبقى مطلوب فيه، هل مثلا مشترط ليزر سكان او كده. الريكويرمنت في البيم اكشن بلان، الرولز، يعني مثلا لو في بيم مانجر هيبقى مسؤول عن ايه، لو في ديسيبل موديل مانجر مسؤول عن ايه، الموديل اليمنت اوسرز كل حد مسؤول عن ايه، ايه المتطلبات بتاعته، ولو في ميتنج هيبقى عبارة عن ايه. يعني البيم اكشن بلان مثلا هيبقى فيه ميتنج بعد ما نعرف ان الشركة اللي هتاخد المشروع. الموديل فيدريشن اند كوردينيشن، الكواليتي كنترول ازاي نتاكد ان الموديل ده كويس، سوفت وير اللي هنشتغل بيه. يعني هنا هو مش شرط ان هو يكون اوبن بيم، نستخدم بيلدينج سمارت اي اف سي. الكومن داتا انفايرمنت هو مقسمه بقى ورك ان بروجريس، وبعد كده ده انت ده اللي انت بتشتغل فيه ومحدش شايفه خالص غير انت،
وبعد كده تحطه في شيرد وتسحب لينكات، تمام. وبعد كده لما تيجي تطلع بره بتحطه في البابلش، وفي كل فترة بتاخد مجموعة من الملفات تحطها في الأركايف كنوع من الباك اب. دي طريقة التسمية اللي هنتفق عليها. هنا بقى كل ستيج ايه الحاجات الأساسية اللي هتبقى موجودة فيه، وهل هتدينا الملف الأصلي ولا هتدينا البي دي اف ولا هتدينا اوبن ستاندرد فورمات. في كل واحدة بيبدأ يقول لك ايه الحاجات المطلوبة.